يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على القيمه الجليله سلام على الام القتيله فاطمه ام المؤمنين انها ام المؤمنين بالاصاله ليست كزوجات النبي امومه زوجات النبي امومه عرضيه اذا ما طلق النبي زوجه من زوجاته فانها لن تكون بعد الطلاق اما للمؤمنين فامومه المؤمنين بالنسبه لزوجات النبي امومه عارضه اما امومه فاطمه فانها امومه بالاصاله هي ام ابيها فكيف لا تكون اما للمؤمنين السلام على القيمه الجليله السلام على الام القتيله السلام على روح محمد الاصيله انها روحه التي بين جنبيه كما قال صلى الله عليه واله السلام عليها وعلى مهجة قلبها قائم آل محمد الحجة ابن الحسن سلام على القيمة والقائم ورحمة الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الثمانون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام، هم تضحك ايامي واشوف فنك، هم تضحك ايامي واشوف فنك لو حزن اسود يظل طول الطريق الدرب مو حش يا امام مو حش مو حش يا امام الدرب موحش يا امام لا صديق ولا رفيق سابقى اودع المغادرين واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز, عزيز علي, علي. عزيز علي أن أجاب دونك وأنار. عزيز علي أن أبكيك ويخذ لَكَ ورايا. عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدت عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى وعجباً وعجبا وعجبا يستاذن الامين محمد صلى الله عليه واله كان يستاذن حينما يريد الدخول الى بيت فاطمه وعجبا 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 يستاذن الامين ابيات من منظومه حديث الكساء لمحمد القزويني وعجبا يستاذن الامين عليهم ويهجم الخؤون وعجبا 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 يستاذن الامين عليهم ويهجم الخؤون قال سليم سليم هو سليم ابن قيس صاحب كتاب السقيفة قال سليم قلت يا سلمان إنه سلمان المحمدي قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا انهم ما دخلوا انهم هجموا هجموا واحرقوا وكسروا هل دخلوا ولم يك استئذان قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا هل دخلوا ولم يك استئذان فقال, فقال اي 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 وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار فقال اي 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 وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بروحي أن تموت حسرة تصيح يا فضة اسنديني تصيح يا فضة اسنديني فقد وربي قتلوا جنيني فركلت الباب وقد الصقت احشاءها بالباب هذه سطور من رسالة عمر إلى معاوية والتي أخرجها يزيد بن معاوية لعبد الله بن عمر حكاية طويلة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثلاثين من بحار الأنوار من الأجزاء التي منع طباعتها المرجع الأحلى في قم في زمانه حسين البرجردي وحرم على صاحب المكتبة الإسلامية محمد الآخند أن يطبع هذه الأجزاء هذا هو الجزء الثلاثون من مجموعة تلك الأجزاء التي منع البروجردي أستاذ أسيستاني والذي تأثر بمنهجه كثيراً منعها ايام مرجعيته على اي حال ماذا يقول عمر في رسالته لمعاويه فركلت الباب وقد الصقت احشاءها بالباب تترّسه تتترّس به وقد الصقت احشاءها بالباب تترّسه وسمعتها وقد صرخت صرخه حسبتها قد جعلت اعلى المدينه اسفلها وقالت يا ابتاه يا رسول الله هكذا كان يفعل بحبيبتك وابنتك اه يا فضه اليك فخذيني فقد والله قتل ما في احشائي من حمل قتل اي عمر او قتل ما في احشائي من حمل وجاوز الحد بلطم الخد محمد حسين الاصفهاني في الانوار القدسيه المنظومه المعروفه وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي ومن سواد متنها اسود الفضا يا ساعد الله الامام المرتضى ووكز نعل السيف في جنبيها اتى اتى بكل ما اتى عليها ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها ولست أدري خبر المسمار ولست أدري ولست أدري ولست أدري ولست أدري خبر المسمار سل صدرها سل صدرها ولست ادري ولست ادري خبر المسمار سل صدرها سل صدرها خزانه الاسرار والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء والأثر الباقي كمثل الدملجي والأثر الباقي كمثل الدملجي في عضد الزهراء أقوى الحجج إنها سياط قنفذ السقيفة ألا لعنة عليه وعلى السقيفة والأثر الباقي كمثل الدملجي والأثر الباقي كمثل الدملجي في عضد الزهراء أقوى الحجج ألا لعنة على قنفذ السقيفة وعلى السقيفة ما دام ليل أو نهار وتريليون تريليون تريليون تف في الوجه القبيح القذري للقنفذ الشيعي الذي لا زال يضربها القنفذ الشيعي لا زال يضربها لا زال يضربها قتلوها قتلوا فاطمه سقيفه بني ساعده قتلوا شخص فاطمه اما سقيفه بني نجف فقد قتلوا شخصيه فاطمه سقيفه بني ساعده احرقوا منزل فاطمه اما سقيفه بني نجف فقد أحرقوا منزلتها أنكروا إمامتها وأنكروا قيمومتها على الدين وأنكروا وأنكروا أنكروا ظلامتها وبرأوا قتلتها من قتلها من مرجعهم الأعلى في زماننا إلى مرجعهم الأسفل وفي الأزمنة الماضية أيضا أكثر مراجع حوزة الطوسي يبرئون قتلة فاطمة من قتلها أقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولوي رضوان الله تعالى عليه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران ايران انه الباب الثامن والمئة صفحة 347 الحديث الحادي عشر حديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن أمه فاطمة ، وتُضرب وهي حامل، أذهب إلى موطن الحاجة فقط ، وتُضرب تُضرب فاطمة وهي حامل إلى أن يقول إمامنا الصادق ، وتطرح ما في بطنها من الضرب ، وتموت من ذلك الضرب تريليون وتريليون وتريليون حتى ينقطع النفس تف في الوجه القبيح القذري للمرجعيات المستدبرة المرجئية البترية المقصرة وتضرب وهي حامل وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء الا لعنه على قنفذ السقيفة وسود الله وجه الحوزة التي تنتج لنا قنفذها الشيعي القنفذ الشيعي لا زال يضربها القنفذ الشيعي لا زال يضربها القنفذ الشيعي لا زال يضربها نذهب إلى فاصل عن داوود ابن, ابن كثير الرقي, الرقي. قال, قال قلت لأبي عبد الله, عبد الله. إمامنا الصادق صلوات, صلوات الله, الله عليه علي. ما معنى, ما معنى السلام, السلام على رسول الله, الله فقال ان الله تبارك وتعالى, وتعالى لما خلق, خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه, وابنيه وجميع, وجميع الأئمة, الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله, الله ووعدهم أن يسلم, أي يسلم لهم, لهم الأرض المباركة والحرم, والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم, لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيئة فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه هذا هو الجزء السادس والعشرون من العنوان الذي مر علينا في الحلقات الماضيه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم مر علينا في الحلقات المتقدمه عرض لمجموعه من الفيديوهات التي تخبرنا عن واقع الحياه على الارض في زماننا الذي نعيشه هذا وفي الحلقه التي تلتها كان الحديث بنحو اجمالي عن الاسباب ووصلنا إلى كواليس ثقافة العترة الطاهرة، وتبين لنا أن السبب هو غدر الأمة بمشروع الغدير، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم كي أنتفع من وقت حلقتنا هذه. تسلسل الحديث حتى وصلت إلى الدجاجلة الكبار وقد حدثتكم في الحلقة الماضية والتي قبلها أيضا عن الدجال الأعور الذي هو دجال النصارى واليهود وحدثتكم عن دجال هو اخطر منه بكثير انه دجال سقيفه بني ساعده وحدثتكم عن الدجال الثالث الذي هو اخطر بكثير من الدجالين المتقدمي الذكر انه دجال النجف انه الدجال الشيعي دجال سقيفة بني طوسي وهو الأخطر وقلت لكم من أن الدجال الأعور نحن لا نخافه لأن فتنته ستكون في هذه الأرض وامامنا بيننا فمن اي فتنه نخاف اذا كنا في معسكر امامنا القائم فتنه الدجال السقيفي جرت على الامه في زماننا الان نحن لا نخاف فتنتها العقائديه قد نخاف من جهات اخرى لا اريد ان اعيد الكلام المتقدم لكننا لا نخاف عقائديا من الدجال السقيفي الخوف كل الخوف من الدجال الشيعي من هذا الشيطاني الذي يختفي في واقعنا الشيعي يلبس ثياب القداسه والشيعه المستحمرون يقدسونه الخوف كل الخوف من هذا الدجال ولذا فان امام زماننا حينما يظهر صلوات الله عليه اول ما يبدا يبدا بهذا الدجال لشده خطورته وبعد ذلك يتحول الى الدجال السقيفي اما الدجال الاعور فانه يتركه للاخر لان خطره ليس كبيرا الخطر الكبير بالنسبة لنا الذين نقول نحن شيعة للحجة ابن الحسن الخطر الكبير هو خطر الدجال النجفي الدجال الحوزوي الدجال المرجعي الدجال الشيعي الدجال الطوسي الخطر كل الخطر من هذا الدجال تسلسل حديثي حتى وصلت الى ان اقرا عليكم جانبا من خطبه سلمان المحمدي التي خطبها بعد ان غدر القوم ببيعه الغدير ونصبوا لهم ائمه انهم ائمه سقيفه بني ساعده غدروا بالغدير وغدروا بالامير وقتلوا فاطمه صلوات الله وسلامه على الامير وعلى فاطمه اقرا عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي وهذه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلمي بيروت، لبنان انها الطبعه ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين صفحه 111 من الجزء الاول من خطبه سلمان المحمدي سلمان الفارسي وهو يخاطب هذه الامه الغادره المرتده الا ايها الناس سلمان يقول الا ايها الناس اسمعوا عني حديثي ثم اعقلوه عني ثم اعقلوه عني اي احترموا عقولكم كما اخاطبكم. لا تعبأوا بي شخصيا. لا تصدقوا كلامي. ولكنكم اعرضوا كلامي على الموازين على موازين التمييز. فان جاء صحيحا فصدقوا كلامي حينئذ. لا تصدقوا كلامي لانني انا فلان الفلاني اقوله ما قيمتي انا؟ الا ايها الناس الا ايها الناس اسمعوا عني حديثي ثم اعقلوه عني الا واني سلمان يقول الا واني اوتيت علما كثيرا وهل يشك احد في ذلك يا ابا عبد الله فسلمان الفارسي كنيته ابو عبد الله الا ايها الناس الا ايها الناس اسمعوا عني حديثي ثم اعقلوه عني الا واني اوتيت علما كثيرا فلو حدثتكم بكل ما اعلم من فضائل امير المؤمنين يتحدث عن سيد الاوصياء وهل هناك من امير للمؤمنين غيره صلوات على امير المؤمنين فلو حدثتكم بكل ما اعلم من فضائل امير المؤمنين لقال طائفه منكم هو مجنون هو مجنون يقولون عن سلمان هذا لكن يا ابا عبد الله قالوا عني انني ماسوني قالوا عنك مجنون وقالوا عني انني ماسوني انهم السيستانيون والدعوتيون فلو حدثتكم بكل ما اعلم من فضائل امير المؤمنين لقال طائفه منكم هو مجنون وقال طائفه اخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان يا ابا عبد الله لا زالوا يحاولون قتلي انني اناجيك يا ابا عبد الله ايها المحمدي العظيم يا صاحب العاشره هكذا نسلم عليه في زيارته السلام عليك يا صاحب العاشره انها الدرجه العاشره من الايمان وهي الدرجه الاخيره درجه سلمان الى ان يقول سلمان في خطبته اما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها عليا لو وليتموها عليا لاكلتم من فوقكم ومن تحت اقدامكم قلت لكم من انني ساحدثكم عن حقيقه هي الاساس الفكري والعقائدي للثقافه الدينيه في اجواء العتره الطاهره الارتباط الوثيق ما بين التشريع والتكوين صدقوني صدقوني وحق الحسين هذه المفاهيم طرحتها سنه 1982 وحق الحسين وشرحت على اساسها عقيده الرجعه وعقيده الشفاعه وعقيده الغيبه والانتظار وشرحت على اساسها النهضه الحسينيه في كربلاء وشرحت وشرحت هذه الحقيقه تمثل اساسا فكريا اصيلا للثقافة الدينية في أجواء العترة الطاهرة لو أنهم لم يخنقوا صوتي المرجعيات المرجئية والأحزاب القطبية لو أنهم لم يخنقوا صوتي لوصل هذا الصوت إليكم منذ الثمانينات وحق الزهراء هذه المطالب طرحتها وشرحتها وتحدثت عنها مثلما احدثكم الان منذ سنه 1982 لكنهم خنقوا صوتي فعلوا الافاعيل والاعاجيب على اي حال هذا حديث لزمان مر علي وعلى الذين ساروا معي في هذا الطريق اللاعب سلمان هنا يتحدث عن هذه الحقيقه عن الارتباط الوثيق ما بين التشريع والتكوين وهو هنا يحدثنا عن ان الحياة على الارض ستأخذ وجها اخر لو ان مشروع الغدير قد نفذته الامة في واقعها الى هذا يشير سلمان ويتحدث عن هذا المضمون اما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها عليا لاكلتم من فوقكم ومن تحت اقدامكم ولو دعوتم الطير لاجابتكم في جو السماء ولو دعوتم الحيتان من البحار لاتتكم ولما عال ولي الله لما عال لما افتقر ولي من اولياء الله ولما عال ولي الله ولا طاش لكم سهم من فرائض الله ستكون الاحكام والتشريعات صحيحه لا كما زورتم الدين يا ابناء سقيفه بني ساعده ولا كما زورتم الدين يا ابناء سقيفه بني طوسي حديث سلمان مع ابناء سقيفه بني ساعده وانا ساعيد الحديث الى ابناء سقيفه بني طوسي بعد ان اكمل قراءه ما قاله سلمان أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم ولو دعوتم الطير لأجابتكم في جو السماء ولو دعوتم الحيتان من البحار لأتتكم الحيتان الأسماك هذا العنوان في لغة العرب انها الاسماك التي نأكلها ولو دعوتم الحيتان من البحار لأتتكم ولما عال ولي الله لما افتقر ولي من اولياء الله ولا طاش لكم سهم طاش السهم لم يصب هدفه لم يصل الى غرضه ولا طاش لكم سهم من فرائض الله مثل ما تقولون يا ابناء سقيفة بني ساعده من ان المجتهد اذا اجتهد فاصاب له اجران واذا اخطا فله اجر هنيئا لكم بهذا الدين الذي تبعكم عليه أبناء سقيفة بني طوس سود الله وجوههم، ولا طاش لكم سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولكن أبيتم فوليتموها غيره، فابشروا بالبلايا، واقنطوا من الرخاء وقد نابذتكم على سواء، نابذتكم هجرتكم. هجرتكم جميعا وقد نابذتكم على سواء فانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء. انها البراءة البراءة الفكرية الكاملة. والبراءه العاطفيه القلبيه والبراءه العمليه والبراءه القوليه اللسانيه كلام سلمان واضح جدا انها العلاقه الوثيقه ما بين التشريع والتكوين سلمان يتحدث عن هذا وهذا هو الذي حدثتكم عنه من ان السبب الحقيقي في الذي يجري في عالمنا اتحدث بحسب ثقافه العتره الطاهره لا شأن لي بثقافات الاخرين وانا لا انكر الاسباب العلميه التي يتحدث عنها علماء الطقس علماء الارض علماء الفضاء علماء الكون قولوا ما شئتم. انا لا انكر الاسباب التي يتحدثون عنها وقد اقاموا عليها الادله المحسوسه والمنطقيه المرئيه. انا لا انكر هذا لكنني حدثتكم عن ان الاسباب تاتي في طبقات من شبكه معقده انها شبكه اسباب تتصل في بعض الجهات وتنفصل في جهات اخرى لكنني حدثتكم عن حقيقه ما يجري في كواليس هذا الكون سلمان يتحدث في هذا الاتجاه ما يتحدث به علماء الطقس والمناخ ما يتحدث به علماء البيئه والارض علماء النبات والحيوان انهم يتحدثون وفقا للمنطق الاكاديمي وهو منطق محترم عندي لكنني اتحدث وفقا للمنطق الغيبي انه منطق الكتاب والعتره فهذا اتجاه اخر وهذه حيثية أخرى ولولا الحيثيات لبطلت الحكمة للمنطق الأكاديمي حيثياته وللمنطق الغيبي حيثياته أنا أحدثكم من هذه الجهة من نفس الجهة التي يتحدث عنها سلمان المحمدي هنا أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها عليا لاكلتم من فوقكم تكوين لو وليتموها عليا هذا تشريع لاكلتم من فوقكم هذا تكوين هناك ارتباط وثيق ارتباط مفصلي بين التشريع والتكوين لو وليتموها عليا لاكلتم من فوقكم ومن تحت اقدامكم ولو دعوتم الطير لاجابتكم في جو السماء ولو دعوتم الحيتان من البحار لاتتكم من هنا فان القران في الايه السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة بشكل صريح يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته آثار القضية هذه الدين كل الدين هنا تتجلى منافعه الدين جاء لخدمة الإنساني ولم ياتي لايذاء الانسان السقيفه هي التي حولت الدين وسيله لايذاء الانسان اتحدث عن سقيفه بني ساعده واتحدث عن سقيفه بني طوسي ما هما معا يعودان الى اصل واحد الى البرنامج الابليسي البرنامج الابليسي أسس ما أسس في سقيفة بني ساعدة وأسس ما أسس في سقيفة بني طوسي في سقيفة بني نجف فكلاهما يردان على مورد واحد وكلاهما يصدران من مصدر واحد. أتحدث عن السقيفتين عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي إنهما في مواجهة الغديرين في مواجهة غدير علي وفي مواجهة غدير القائم فعندنا سقيفتان وعندنا غديران المرجئة البترية المقصرة هم أبناء السقيفتين أما أشياع الحجة بن الحسن فإنهم أبناء الغديرين فهناك شيعة السقيفتين في واقعنا الشيعي شيعة حوزة النجف إنهم شيعة السقيفتين يفترض أن للحجة بن الحسن أن تكون هناك شيعة أين هم لا أدري فإذا كان لهم من وجود فإنهم شيعة الغديرين أما والذي نفس سلمان بيده لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت اقدامكم ولو دعوتم الطير لاجابتكم في جو السماء ولو دعوتم الحيتان من البحار لاتتكم ولما عال ولي الله ولا طاش لكم سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله هذا ما يرتبط بنواصب سقيفة بني ساعدة الكلام هو هو ينطبق على نواصب سقيفة بني نجف لو انهم تمسكوا بمواثيق بيعة الغدير لما صار حال الشيعة ما صار اليه لكنهم غدروا غدروا ببيعه الغدير لما وقعنا في احضان النواصب ولما صارت عقائدنا عقائد فاسده ولما صار فقهنا فقها شافعيا ولما صار تفسيرنا تفسيرا عمريا ولما صارت ثقافتنا ثقافة ناصبية لو أن حوزة الطوسي تمسكت ببيعة الغدير لكننا ماذا نصنع لحوزة الضلال والسفاهة والسفهاء هذا مصداق واضح لما قاله إمام زماننا في رسالته الى الشيخ المفيد وهو يخاطب اكثر مراجع الشيعه مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون فجرى الذي جرى علينا ومن مرجع سفيه ضال إلى مرجع هو أكثر سفاهة وأكثر ضلالا تنتقل الشيعة عبر القرون منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذا اليوم إلى هذا اليوم الشيعة تتقلب بين هؤلاء السفهاء الضالين. هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملة ولكن أبيتم فوليتموها غيره هذا الخطاب لسقيفة بني ساعدة أما سقيفة بني طوسي ولكن أبيتم فجنحتم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا جنحتم إلى الشوافع في فتاواكم وإلى الطبري وأمثاله في تفسيركم وإلى الأشاعرة والمعتزلة في عقائدكم والى بقيه اصناف النواصب من الصوفيه والقطبيه وغيرهم وهذا هو الذي عليه واقع الشيعه واقع المراجع واقع وكلائهم واقع خطباء المنبر واقع الفضائيات واقع دروس الحوزه واقع المكتبه الشيعيه هذا هو واقع الشيعه ولكن أبيتم فوليتموها غير فابشروا بالبلاء واقنطوا من الرخاء ويقول لهم وقد نابذتكم على سواء وقد نابذتكم على سواء فانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء الكلام واضح وواضح جدا سلمان هذا هو الذي اخبرنا عنه الائمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من ان سلمان المحمدي من انكره فهو كافر ومن عرفه فهو مؤمن هذا هو سلمان المحمدي القضيه لا ترتبط بشخصه وانما ترتبط بعلمه وعقيدته من انكر علمه من انكر معارفه فقد انكر معارف الصراط المستقيم الذي يجب علينا ان نسير عليه ومن عرفها فقد عرف معارف الصراط المستقيم الذي يجب ان نسير عليه لان سلمان كان على الصراط المستقيم قطعا بحسبه ونحن كذلك حينما نسير على هذا الصراط قطعا بحسبنا يا كميل الأمير يقول يا كميل يا كميل القلوب أوعية أوعية وخيرها أوعاها أوعاها أكبرها نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه, صلوات الله وسلامه عليه. عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى واجواز البلدان والقفار ولجج البحار الامام الماء العذب على الظما والدال على الهدى والمنجي من الردى الامام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الامام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئه والسماء الظليله والارض البسيطه والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي الى الله والذاب عن حرم الله الامام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الامام واحد دهره لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص, بل اختصاص من, من المفضل, المفضل الوهاب, الوهاب كنت احدثكم عن سلمان وما ادراك ما سلمان رضوان الله تعالى عليه اقرا عليكم من رجال الكشي. إنها الطبعة الرابعة. مركز نشر آثار العلامة المصطفوي 2004 ميلادي طهران، إيران. في الصفحة السادسة. إنه الحديث الثالث عشر. بسنده عن زرارة عن إمامنا الباقري عن أبيه عن أبيه السجَّادي صلوات الله وسلامه عليه عن جده عن جده عن جدِّ إمامنا الباقر عن الحسين عن علي بن ابي طالب صلوات الله عليه حديث من احاديث سلاسل الذهب هذه احاديث سلاسل الذهب التي ياتي في سندها ذكر المعصومين الباقر عن السجاد عن الحسين عن الامير هذه احاديث سلاسل الذهب امير المؤمنين ماذا يقول كما يحدثنا باقر العلوم صلوات الله عليهم ضاقت الارض بسبعه هذه المجموعه الزهرائيه الاولى اول مجموعه زهرائيه في تاريخ الاسلام هي هذه ضاقت الارض بسبعه بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون هؤلاء وجودهم الديني العقائدي بحكم ارتباطهم بفاطمه وال فاطمه هؤلاء وجودهم هذا له اثر تكويني الامام هو الذي يقول ما انا الذي اقول ضاقت الارض الامير يقول ضاقت الارض بسبعه بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون منهم سلمان الفارسي والمقداد وابو ذر وعمار وحذيفه قد تقول والبقيه البقيه ذكرتهم الروايات انا لست بصدد شرح هذه الروايه انما اريد ان اخذكم الى الجهه التي اريدها ضاقت الارض بسبعه بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون منهم سلمان الفارسي والمقداد وابو ذر وعمار وحذيفه رحمه الله عليهم هكذا جاء في النص وكان علي يقول امامنا الباقر يكمل حديث جده امير المؤمنين وكان علي يقول وانا امامهم ما هو اهم وصف فيهم وهم الذين صلوا على فاطمه صلوات الله عليها صلوا على فاطمه بعد ان قتلها قوم السقيفه اصحاب السقيفه وهم الذين صلوا على فاطمه هذه اول مجموعه فاطميه اول مجموعه زهرائيه هؤلاء هم الزهرائيون الحقيقيون لا أن ألقلق بلساني دائما وأردد زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أتمنى أن أكون كذلك لكنها لقلقه لسانية هؤلاء هم الزهرائيون الحقيقيون أول مجموعة زهرائية في التاريخ الشيعي، هؤلاء هم ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون منهم سلمان الفارسي والمقداد وابو ذر وعمار وحذيفه حذيفه بن اليمان وكان علي يقول وانا امامهم لو لم تكن امامهم هل كانوا كذلك لانك يا امير الامراء لانك امامهم كانوا كذلك وكان علي يقول وانا امامهم وهم الذين صلوا على فاطمه هؤلاء صلوا على فاطمه واولئك قتلوا فاطمه وكانوا جميعا يعيشون في زمان واحد وفي مكان واحد الجهه التي اريد ان اخذكم اليها الزهرائيون الحقيقيون للذين يلقلقون بالسنتهم من امثالي الزهرائيون الحقيقيون هؤلاء بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون انهم ابناء الغدير هؤلاء هؤلاء هم الغديريون وهم الزهرائيون في الطرف الثاني الذين لا يكونون كذلك سيكونون وبالا على الامه وهذا هو الذي جرى في واقعنا الشيعي لأن الشيعة لم تحظى بزهرائيين حقيقيين منذ سنة وثمانية وأربعين للهجرة بعد أن أسس آطوسي حوزة النجف المشؤومة على طول الخط الذين تسلطوا على الشيعة مرجئة بترية مقصرة سقيفيون الى النخاع انهم ابناء السقيفتين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي بني نجف من هنا جرى ما جرى على الشيعة والى يومنا هذا جرى ما جرى عليهم في دينهم بالدرجه الاولى وفي دنياهم بالدرجه الثانيه ولا زال الحال كما كان سابقا اعتقد ان وجه العبره ان كان هناك من عبره واعتبار صار واضحا لديكم نذهب إلى فاصل عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور, والنور الذي انزلنا, أنزلنا. فقال يا, يا ابا خالد, خالد. النور والله, والله, الأئمة والله الائمه من اهل محمد, محمد. صلوات, صلوات الله, الله عليهم عليه عليه الى يوم القيامه وهم والله, والله نور الله, الله الذي انزل, أنزل. وهم والله, والله, والله نور الله في السماوات, في السماوات وفي الارض والله, والله يا, يا ابا خالد, خالد. لنور, لنور الإمام, الامام في قلوب المؤمنين, المؤمنين انور من, من الشمس المضيئه, المضيئة بالنهار وهم والله, والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز, عز وجل نورهم عما يشاء فتظلم قلوبهم والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فاذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وامنه من فزع يوم القيامه الاكبر ساخذكم في جوله سريعه بين ايات الكتاب الكريم واحاديثهم الشريفه كي نتلمس مضمون الحقيقه التي حدثتكم عنها ارتباط التشريع بالتكوين وارتباط التكوين بالتشريع ليس هناك من منطقه في التشريع تكون ليست مرتبطه بالتكوين وليس هناك من منطقه في التكوين ليست مرتبطه بالتشريع انا اتحدث عن تشريع محمد وال محمد الذي يتجلى تدريجيا حتى يتكامل في الدوله المحمديه العظمى في نهايه عصر الرجعه العظيمه والتي ستستمر خمسين الف سنه هكذا اخبرونا وهذه هي عقيدتنا وهذه هي ثقافتنا الاصيله لا شان لي بهراء وسفاهه وغازات المرجع الاعلى في النجف او غيره لا شان لي بهؤلاء انا اتحدث عن قرانهم المفسر بتفسيرهم وعن حديثهم المفهم وفقا لقواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ابدا معكم من سوره المؤمنون ومن الآية الحادية والسبعين بعد البسملة من السورة من سورة المؤمنون ولو اتبع الحق أهواءهم في أي جهة في جهة التشريع في جهة الدين في جهة العقيدة ولو اتبع الحق أهواءهم ماذا جرى لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ارتباط واضح وثيق أكيد ما بين التشريع والتكوين أنا لا أتحدث عن فتاوى الأحناف والشوافع لا شأن لي بهؤلاء ولا أتحدث عن فتاوى الطوسي، الأنصاري، مرتضى الأنصاري، الخوئي، السيستاني، لا شأن لي بهؤلاء، أنا أتحدث عن دين محمد وأهل محمد الذي لا يعرفه هؤلاء مطلقا. لا الشوافع يعرفونه ولا الأحناف ولا الطوسي ولا مرتضى الأنصاري ولا الخوئي ولا السيستاني. ولا البقيه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم هذا هو الذكر الحقيقي الذي هو نتاج وانعكاس عن التكوين بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون هم ذاهبون في طريق الضلال والا فان الدين جاء لخدمتهم كي تتعانق حياتهم الدينيه مع واقعهم في عالم التكوين الذي يعيشون فيه بالضبط مثلما حدثنا سلمان في خطبته لو ان الامه ولت عليا لو ان الامه كانت وفيه لبيعه الغدير لو ان الامه نفذت مشروع الغدير لكان الذي ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن هذا فساد تكويني الفساد التشريعي يؤدي الى فساد تكويني حين اتحدث عن فساد تكويني الذي يرتبط بحياتنا فحياتنا لا ترتبط بكل جزء في التكوين ما يرتبط بحياتنا في عالم التكوين هو هذا الذي سيكون فاسدا اذا ما فسد ديننا والا فهناك المساحه الاكبر من التكوين لا علاقه لها بحياتنا ما له علاقة بحياتنا هذا الامر قد يكون واسعا مضطردا في الزمان القائمي ولا بد ان تلتفتوا من ان الفساد في العاصمه وهي الارض سيكون مؤثرا على بقاع الكون الاخرى ولهذا السبب ومرت علينا الروايات فان قطان الكون الذين لا يعلمون من ان ادم خلق او لم يخلق يلعنون الاول والثاني لان القضيه لا ترتبط بالاشخاص القضيه ترتبط بالعاصمه حدثتكم عن هذا فيما سلف لا اريد ان اعيد الكلام المتقدم قد احتاج ان اعود اليه في قادم الحلقات لا ادري اذا ما احتجت ان اعود اليه حينئذ ساحدثكم اكثر واكثر في هذا الاتجاه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن ومن فيهن من دواب السماوات من الكائنات التي ستشكل جزءا وجانبا من الدوله القائميه المهدويه الفساد في الارض ينعكس عليهم تكوينا الفساد الديني التشريعي ينعكس تكوينا على الارض وينعكس تكوينا على الكائنات الاخرى لان الارض هي العاصمه والأمان عند إمام زماننا وإني لأمان لأهل الأرض حينما يكون الأمان في الأرض تارة يكون أمانا إجماليا لا بد أن تترتب الآثار على الفساد الديني لا بد ان تترتب اثار الفساد الديني على التكوين فهنا يتجلى الامان الاجمالي للحفاظ على الارض بما هي هي من دون التفاصيل اما الامان التفصيلي فهذا سيكون عند ظهوره الشريف وهذا الامر هو هو بالنسبه للدين فان الشيعه لو اخلصت لامامها لراعى الامام دينها بنحو تفصيلي وهذا واضح في كلماته ومرت علينا هذه المطالب في البرامج السابقه إلا أن الشيعة أعرضت عن إمامها ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من هنا فإن الإمام أوكل أمور الشيعة إلى أنفسهم هو يدرك الذين يستحقون أن يدركهم مثل ما قال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام انه لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه الامام يدركه ولا يتركه في يد ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا كي يقف به على الصواب الأمر هو هو في الجانب الدنيوي وهو هو في الجانب الديني هناك أمان إجمالي في الجانب الدنيوي وهناك أمان إجمالي في الجانب, إجمالي في الجانب الديني ليس لكل من يقول انا شيعي وليس لكل من يعيش في المجتمع الشيعي انه الشيعي الذي لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه على وجه الحق وعلى وجه الصدق هنا ياتي لطف امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه المطالب متشعبه ومتفرعه. اعود الى الايه الحادية والسبعين بعد البسملة من سورة المؤمنون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. الحديث عن اهوائهم في الجانب الديني في الجانب العقائدي بقرينه ما ذكر في اخر الايه بل اتيناهم بذكرهم الذكر عنوان للدين عنوان للعقيده عنوان للتشريع بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الايه التي بعدها ام تسالهم خرجا مالا ام تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازق هؤلاء ما عندهم من رزق تكويني ما هو برزق خير اعمالهم ادت بهم الى ذلك اما انت فخراجك خراج ربك هو خير الرازقين هذا الخطاب لمحمد لفظا انه للمؤمنين الصادقين المخلصين معنى القران نزل باياك اعني واسمعي يا جاره محمد مخاطب لفظا المضمون لي ولكم المضمون للامه ام تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين هذه الآية تتحدث في مصداق من مصادق العلاقة ما بين التشريع والتكوين الفساد الديني يؤدي إلى رزق ما هو بخير ستؤدي الاسباب التي حول المجتمع الذي افسد دينيا وافسد عقائديا ستؤدي الاسباب الى ان يكون رزقه حتى لو كان رزقا كثيرا ليس حلالا ليس طيبا سيكون حراما سيكون نجسا سيكون مغصوبا، سيكون خبيثا، وقد تجتمع كل هذه الاوصاف فيه، وهذا الحكم يجري على الافراد ويجري على المجتمعات. فساد التشريع يؤدي الى فساد التكوين، والرزق هو جزء من التكوين. الرزق بكل اشكاله، في اشكاله الماديه وفي اشكاله المعنويه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن الفساد يعم على السماوات وعلى الارض لماذا لان الارض هي العاصمه وارض فيها الامام هي امام الارض وسماء ارض فيها الامام هي امام السماوات وكل شان يرتبط بالامام سيكون اماما لكل افراد ذلك الشان هذا هو منطق الكتاب والعتره ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين من سورة المؤمنون أذهب بكم إلى سورة البقرة وإلى الآية الخامسة بعد المئتين بعد البسملة واذا تولى واذا تولى اذا سار في طريق الضلال اذا خرج من جاده الهدى واذا تولى الايات التي قبلها تشير الى هذه الحقيقه لكنني لا اجد وقتا كي اقرا كل شيء عليكم في الآية التي قبلها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. انه يسير في الطريق الأعوج وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الايه ربما اشارت الى اهلاك الحرث والنسل ان يكون هذا الفاسد من بني البشر ان يكون حاكما يمتلك السلطه فبامكانه ان يهلك الحرث والنسل ولكن بحدود الايه لا تتحدث عن هذا المضمون تتحدث عن اهلاك للحرث والنسل عن اهلاك تكويني ليس اهلاكا محدودا كما يفعل حاكم من الحكام مثلما فعل صدام مثلا حينما احرق البساتين واحرق القرى واحرق المزارع في العديد من مناطق العراق مثلما جفف الاهوار وفعل ما فعل ما فعله لا تنطبق عليه الايه انطباقا كاملا اذا اردنا ان نطبقها هو انطباق جزئي الآية تتحدث عن اهلاك للحرث والنسل للزراعة والنباتات مثلما مرت علينا الفيديوات في الحلقات المتقدمة عن انقراض للنباتات عن انقراض للحيوانات عن انقراض للحشرات تحقق بعضه ولا زال البعض الاخر في الطريق، قد يكون الانسان سببا في ذلك وقد تكون شبكه الاسباب تشير الى الانسان الذي دمر الارض ودمر تكوينها لكن القضيه اعمق من هذه الاسباب هذه الاسباب الظاهره انها اثار للاسباب الحقيقيه الاسباب الحقيقيه تقودنا الى الغدر بمشروع الغدير من هنا في الروايات ياتي هذا المضمون من ان كل فساد في اعناقهما في اعناق اصحاب السقيفه ليس لان اعناقهما يختلفان عن اعناق بني البشر انما القضيه فيما فعل المشكله ترتبط بالغدير الغدر بالغدير هو الذي يقود الى كل هذا الذي جرى ويجري وسيجري وإذا تولى هذا المفسد الضال وإذا تولى سعى في الأرض في الأحاديث ما من جدار يهدم ولا من عرض يهتك ولا من محجمة دم تراق في الاسلام الا وهي في اعناقهما بل يوجد ما هو اكثر من ذلك من انه ما من سيئة في الارض الا وفي اعناقهما القضية لا ترتبط بهما بنحو شخصي القضية ترتبط بمشروع الغدير مشروع الغدير كان مقدرا له ومقررا له ان يصلح ما تقدم من فساد البشريه وأن يصلح حال البشريه فيما بعد الفساد الذي كان متقدما على الغدير مشروع الغدير جاء ليصلح اثار ذلك الفساد وليزيلها الموضوع مفصل وطويل انا لا اريد ان اتحدث في هذه الجهه العميقه والعميقه جدا اعود الى الايات التي تخبرنا عن حقيقه الترابط الوثيق فيما بين التشريع والتكوين واذا تولى هذا المفسد سعى في الارض ليفسد فيها هذا سعي ديني عقائدي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها مباشرة جاء العطف ويهلك الحرث والنسل وكأنه هو الذي يقوم بهذا العمل التكويني من اهلاك الحرث والنسل ومر علينا أيضا من أن الحيوانات المنوية عند رجال الارض قد ساء حالها والقضيه اسوا من ذلك بكثير هذه الامثله اتيكم بها لتقريب الفكره انا لا اريد ان افسر الايه بهذه الامثله هذه الامثله لتقريب الفكره وتوضيحها انما افسر الايه افهم الايه وفقا للترابط الوثيق فيما بين التشريع والتكوين مثل ما حدثنا سلمان قبل قليل ما حدثنا به سلمان هذا هو حديث محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حديث سلمان يصدق القرآن والقرآن أيضا يصدق حديث سلمان ما هذا هو التمسك بالكتاب والعترة هذه تطبيقات عملية على التمسك بالكتاب والعترة ما إن تمسكتم بهما هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه واله ما ان تمسكتم بهما لن لن للنفي التأبيدي لن تضلوا بعدي ابدا هناك قيد الابديه جاء لفظا ابدا وجاء مكتوما في لن جاء مدغما جاء خفيا في كلمة لن لن للنفي التأبيدي لن تضلوا بعدي أبدا أبدية ملفوظة ظاهرة وأبدية معنوية مخفية ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبداً واذا تولى هذا المفسد سعى في الارض ليفسد فيها فسادا دينيا مباشره من دون فاصله ويهلك الحرث والنسل الهلاك التكويني للحرث والنسل هو من فعله لم يباشره بيده ليس قادرا على ذلك لكنه باشر الفساد الديني مباشرته للفساد الديني قادت الى هذا الفساد التكويني واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الى الايه الثلاثين بعد البسمله من سوره البقره واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها انه الفساد الديني ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن تحميدنا وتقديسنا له اثار تكوينيه انها بركات بركات في السماوات وبركات في الارض تحميد الملائكه وتقديسهم وتسبيحهم الملائكه اذا حفت بالمصلي ماذا ستصنع له ستصنع له البركه انها بركه تكوينيه ما هي ببركه تشريعيه الملائكه بتحميدهم وتسبيحهم وتهليلهم وتقديسهم يتركون بركه تكوينيه اثرا تكوينيا نافعا فيقولون لله نحن الذين بعملنا سنترك اثرا تكوينيا صالحا اما هؤلاء هؤلاء الذين سيكونون في الارض سيفسدون دينيا وهذا الفساد الديني سيقود الى سلب البركه من التكوين الى فساد تكويني قال اني اعلم ما لا تعلمون هي قصه ابينا ادم وقصه نزوله الى الارض هي حكايتنا في الحقيقه هي قصه المشروع المهدوي الاعظم من هنا بدات الحكايه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهم عرفوا هذا ايضا من الاجيال التي استخلفت في الارض وافسدت وبسبب فسادها التشريعي تحقق هناك فساد تكويني ومن هنا قضي عليهم او انهم نفوا من الارض النسناس كانوا قبل الجن قضي عليهم واما الجن فكانوا بعد النسناس نفوا عن الارض الفساد التشريعي ادى الى فساد تكويني وترتبت الاثار التي تحدثت عنها الروايات والاحاديث انا لا استطيع ان احدثكم عن كل التفاصيل التي وردت في احاديثهم الشريفه الوقت يجري سريعا وعندي الكثير والكثير من المطالب كان بودي ان الملم اطراف الموضوع في هذه الحلقه لكن الامر لا يبدو كذلك نحن قريبون من وقت انتهاء الحلقه ولا زال عندي الكثير والكثير من المطالب واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهذا سيؤدي الى فساد تكويني بحسب سنن القران بحسب حقائق معارف اهل البيت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون مشروع الغدير سيصلح كل هذا الفساد من زمان ابينا ادم الى يوم الغدير وحينما غدرت الامه جاء المشروع البديل مشروع القرابين فقدم علي القربان الاول قدم فاطمه والقربان الثاني المحسن الشهيد بدأ مشروع القرابين بفاطمة وأخذت القرابين تتلو إلى ليلة الحادي عشر حينما خرجت بنت فاطمة خرجت تكاد أن تتعثر بأذيالها. هذه بنت علي خرجت من تلك الخيمة الممزقة تخطو وإيدا 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 إلى أن وقفت على الجسد الممزق. المدمر. على ذلك الجسد الذبيح الذي لا رأس له وضعت يديها تحت ظهره الذي داسته حوافر الخيول وضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعته باتجاه السماء اللهم تقبل من ال محمد هذا القربان اللهم تقبل من محمد وال محمد هذا القربان واي قربان قربان سكن دمه في الخلد واقشعرت له أضلة العرش مع أضلة الخلائق سلام سلام على المجرع بكاسات الرماح. سلام سلام على المجرع بكاسات الرماح. سلام سلام على خده التريب وشيبه الخضيب سلام سلام على ثغره المرضوض بالقضيب ورحمة الله وبركاته سلام على فاطمة سلام على فاطمة في ليلة استشهادها ورحمة الله وبركاته. أذهبوا إلى فاصل. عن جابر الجعفي. عن أبي جعفر الباقر. صلوات الله عليه. الزم الأرض. ولا, ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات, علامات أذكرها لك وما أراك, أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق, دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام, الشام تسمى الجابيه, الجابية وستقبل اخوان الترك حتى, حتى ينزلوا الجزيره, الجزيرة وستقبل مارقه الروم حتى ينزلوا الرمله فتلك السنه فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحيه المغرب فاول ارض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات رايه الاصهر ورايه الابقع ورايه السفياني سوره الروم الايه الحادية والأربعون بعد البسملة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر تكوينا بما كسبت أيدي الناس تشريعا عقيدة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الايه هي الايه الام في هذا الموضوع. واضحه الايه ظهر الفساد في البر والبحر في كل مكان الفساد في البحر هل هو فساد ديني انه فساد تكويني وكذلك هو في البر ظهر الفساد في البر والبحر فساد تكويني لاي سبب بما كسبت ايدي الناس بما كسبت أيدي الناس دينا عقيدة تشريعا هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والخمسين إنه الحديث التاسع عشر بسنده بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه صاحب الكافي عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير الأنصار كان متوقعا منهم بدرجة وأخرى كان متوقعا منهم بدرجة وأخرى الخير رسول الله صلى الله عليه وآله أحسن إلى الأنصار كثيرا واهتم بهم مهاجروا قريش اولئك كانوا حسادا للنبي وكانوا حسادا لامير المؤمنين من البدايه كان الحسد قد فتك فيهم فتكا عظيما الانصار ربما ربما كان متوقعا منهم الخير بدرجه واخرى ولكنهم حينما دخلوا في النقاش والجدال مع مهاجري قريش من اصحاب الصحيفه المشؤومه الملعونه الذين تعاقدوا على ان يخرج الامامه والخلافه من ال محمد كتبوا ذلك في تلك الصحيفه المشؤومه التي يحدثنا عنها امامنا الصادق وفي هذا الكتاب نفسه من ان الحسين قد قتل في ذلك الوقت الذي اجتمعوا فيه وكتبوا الكتاب. اذا كتب الكتاب تلك الصحيفه المشؤومه قتل الحسين. اذا كتب الكتاب اما حينما قالت الانصار منا امير ومنكم امير فقد ظهر الفساد التكويني في البر والبحر محمد ابن مسلم يحدثنا عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال ذاك والله حين قالت الانصار منا امير ومنكم امير يقولون لهم للمهاجرين ما فضلكم علينا اذا كنتم قد غدرتم بالغدير فمنا نحن الانصار منا امير ومنكم امير تكون الخلافه وفقا لهذا القانون لكنهم أبطلوا هذا القانون وقالوا لهم من أن الأئمة من قريش جاءوا بقانون أهل محمد كي يحتجوا على الأنصار به القانون الذي هم قد غدروا به وغدر المهاجرون والانصار بمشروع الغدير وارتدوا عن دينه ارتدت الامه عن دينها لم يبقى على الدين الا المجموعه الزهرائيه التي مر ذكرها قبل قليل قال عنهم امير المؤمنين بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون وقال الامير كما حدثنا الباقر صلوات الله عليهم وانا انا علي انا امامه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير في واقعنا الشيعي كذلك ظهر الفساد بكل أشكاله حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجاة سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجره لأن الطوسي هو من جمله الذين خوطبوا في رساله إمام زماننا الى الشيخ المفيد مصداق واضح لما تحدث عنه إمام زماننا مذ جنح كثير منكم كان موجودا وكان في اجواء الشيخ المفيد وهذا الخطاب كان شاملا له قطعا الطوسي كان على راس المخاطبين بهذه الرساله مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون اذا اردتم ان تعرفوا التفاصيل عن الطوسي عودوا الى برامجي المتنوعه والى الحلقات المختصه بالشيخ الطوسي كي تعرفوا حقيقه هذا الرجل وماذا جر علينا من الويلات بسببه مات اجدادنا على الضلال ومات اباؤنا على الضلال، ماتت اجيال الشيعه على الضلال، مثلما قال امامنا الصادق وهو يتحدث عن اكثر مراجع التقليد عند الشيعه ضلوا هؤلاء واضلوا الشيعه، اضلوا شيعتنا. ضلوا واضلوا. نذهب الى فاصل. عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال امير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الاول قال لايه في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال قلت وما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فاذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله عز وجل جلاله فقتله من سورة الروم أنتقل بكم إلى سورة الأعراف وإلى الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة وما بعدها من الآيات ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين الايه في الاجواء الدينيه في الاجواء العباديه في الاجواء العقائديه في الاجواء التشريعيه ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين في الايه التي بعدها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحديث هنا عن فساد وإصلاح في الأجواء الدينية في الأجواء العقائدية ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. اصلاح ديني. لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها بعد ان جاء رسول الله واصلح الارض بأي شيء بهذا المشروع العظيم بمشروع الغدير انه اصلاح لما قبل الغدير واصلاح لما بعد الغدير فلا تفسدوا الارض بعد اصلاحها ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين في الايه التي بعدها وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته هذه الاثار التكوينيه تترتب على الاثار التشريعيه انها الاثار التشريعيه في جهه الصلاح والاصلاح الايات السابقه ادعوا ربكم تضرعا وخفيه هذا صلاح واصلاح انه لا يحب المعتدين ابتعدوا عن اجواء الفساد ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها حينما وضع برنامج الغدير ماذا قال الله سبحانه وتعالى يخاطب المسلمين في الايه الثالثه بعد البسملة من سوره المائده اليوم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم الفساد الذي كان قبل الغدير سيزول اليوم ياس الذين كفروا كافرون موجودون في يوم الغدير في مختلف بقاع الارض لكنهم بسبب هذا البرنامج ضررهم سينتهي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وفقا للمشروع لمشروع الغدير الذي لم يطبق بعد ولكن وفقا لهذا المشروع هذا مشروع اصلاح لما قبل باثر رجعي ولما بعد لما ياتي باثر مستقبلي ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هؤلاء موت القبور وموت العقول موت العقول أيضا هكذا يخرجون من موتهم إذا ما حلت العقيدة السليمة في عقولهم والآية التي بعدها والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. علاقة بين التشريع والتكوين. والبلد الطيب البلد الطيب رمز للصلاح الديني يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث انه الخبث الديني الضلال الديني والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون في رواياتهم واحاديثهم الكثير من المضامين بخصوص هذه الايات تعود بنا الى معارفهم والى علومهم الحقه اليقينيه الصادقه لكنني لا اجد وقتا كي احدثكم عن كل هذه المطالب اعتقد ان الايات واضحه في بيان حقيقه الترابط الاكيد والوثيق فيما بين حقائق التشريع وحقائق التكوين وإلى آية أخرى من السورة نفسها إنها الآية الخامسة والثمانون بعد البسملة وإلى مدين أخاهم شعيبا مدين أرض في الشام ما بين الشام وجزيرة العرب في الطريق ما بين جزيرة العرب والشام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها شعيب يتحدث عن فساد تكويني والذي يدل على ذلك عاقبه قومه لقد عوقبوا عقابا تكوينيا فشعيب هنا يتحدث عن فساد تكويني ولا تفسد في الأرض لأن هذا يتضح من عاقبتهم لقد عوقبوا عقابا تكوينيا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هذا هو الجانب العقائدي والعبادي قد جاءتكم بينه من ربكم هذه المعارف والثقافه الدينيه فاوفوا الكيل والميزان هذا التطبيق العملي لاحكام الشريعه فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها هذا فساد تكويني يترتب على الفساد التشريعي الدليل ما جرى عليهم في عاقبه امرهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم يشير إلى العاقبة التي آل أمرهم إليها بعد ذلك عقوبة تكوينية ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين الآية واضحة وواضحه جدا وهي تطبيق عملي للعلاقه الوثيقه ما بين التشريع والتكوين الصلاح التشريعي يقود الى صلاح تكويني مثل ما حدثنا سلمان في خطبته لو ان الامه ولت امرها عليا الفساد التشريعي يقود الى الفساد التكويني وهذا ما جرى على قوم شعيب ومن الايه الخامسه والثمانين من سوره الاعراف اذهب بكم الى الايه السادسه والتسعين بعد البسملة من السورة نفسها هذه آية واضحة صريحة جدا الصديقة الكبرى أشارت إليها في خطبتها مع نساء المدينة وقد قرأت ما قرأت عليكم منها ماذا تقول الايه السادسه والتسعون بعد البسملة من سوره الاعراف (ولو أن أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) علاقه واضحه صريحه فيما بين التشريع والتكوين ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا صلاح ديني الايمان عقيده والتقوى هنا تطبيق عملي لذلك الايمان التقوى ولايه عليه التقوى هي وسيله الوقايه من النار ما هي حقيقه التقوى تعريف التقوى من ان يجدنا الله في موضع طاعته وان يفتقدنا من موضع معصيته هذا تعريف علوي للتقوى هذا تعريف لاثار التقوى تعريف للتقوى باثارها ان يجدنا في موضع طاعته وان يفتقدنا من موضع معصيته التقوى ان نأتي بما فرض الله وأن نمتنع عما حرم الله، هذه هي التقوى، هذا تعريف للتقوى بآثارها، التقوى في عمقها الحقيقي ولاية عليّ، لأننا لا نتقي النار بعباداتنا، عباداتنا لا قيمة لها من دون التغطية الحقيقية لها بولاية علي. العملة من دون غطاء لا قيمة لها. غطاء العملة في زماننا متنوع. لكنكم تعرفون من أن الغطاء التقليدي للعملة هو الذهب. الدول التي لا زالت تغطي عملتها بالذهب عملتها تحافظ على قيمتها اما اذا كانت العمله النقديه من دون غطاء لا قيمه لها قد تفرضها الدوله بشكل خادع لتمشيه امور البلاد لا قيمة لها في سوق الحقيقة في البورصة الحقيقية لا قيمة للأوراق النقدية للعملة النقدية من دون غطاء عباداتنا أعمالنا لا قيمة لها من دون غطاء غطاؤها ولاية عهلية ومن هنا فان النهصبيه الامر بالنسبه له سواء صلى ام زنى ام سرق هذه احاديثهم لماذا عملته النقديه في سوق البورصه الحقيقيه لا غطاء لها الذهب ولايه علي عبادتنا ما قيمتها إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي إذا كانت محاسننا مساوي إلهي إلهي من كانت محاسنه هذا إذا كانت عندنا محاسن من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي, مساوي اعمالنا اوراق نقديه من دون غطاء الذهب الذي يغطي هذه الاوراق ولايه علي ولذا فان الصك الحقيقي في يوم القيامه واضح وثيقه الاموال الحقيقيه هي صحيفه المؤمن ما هو عنوانها شعارها اللوجو ما هو عنوان صحيفه المؤمن في يوم القيامه ما هو حب علي بن ابي طالب هذا هو الغطاء الذهبي الذي له صكوك ومستندات وحسابات اعتماد حقيقية في أهم خزائن هذا الوجود هو خازن الوجود هو خازن الوجود وخزائن الوجود بيده فالتقوى ولايه علي ولايه علي ولو ان اهل القرى امنوا امنوا بولايه علي نظريا عقائديا واتقوا نفذوها عمليا على ارض الواقع هذا المضمون كله في القران نحن نتقي بالتقوى نتقي النار نتقي جهنم بماذا نتقي جهنم بصلاتنا من فدوه روح لها الصلاه او بصيامنا اي صيام من هذا نحن نتقي جهنم بولايه الحجه ابن الحسن التي هي ولايه علي حقيقه التقوى هي هذه التقوى في اللغه ماذا تعني التقوى وسيله وقايه ما هي وسيله وقايتنا صلاتنا صيامنا هكذا تعتقدون اذا كنتم هكذا تعتقدون ما انتم بشيعه الشيعي هو الذي يعتقد انه يتقي النار يتقي جهنم بولايه علي بولايه امام زمانه التي هي ولايه علي بيعه الغديرين بها نتقي نار جهنم هذه هي الحقيقه من الاخر ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ماذا جرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون هذا هو الذي قصدته حين قلت من ان المدار كل المدار في مشروع الغدير نجاتنا دينيا ودنيويا في مشروع الغدير الصديقه الكبرى ماذا قرات عليكم من خطبتها مع نساء المدينه وهي تحدث نساء المدينه لو ان الامه ولت امرها عليا لاوردهم منهلا نميرا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه شرحت ذلك لكم الى ان تقول ماذا الصديقه الكبرى ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض ولفتحت عليهم بولاية علي ببيعة غديره بإمامة سيد الأوصياء ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض هذا هو منطق فاطمة إنه منطق أبيها الذي هو منطق الله، منطق القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون وصلنا الى نهايه الحلقه للحديث تتمه هناك الكثير من المطالب المهمه سياتي بيانها في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى لكنكم تذكروا هاتين الحقيقتين حقيقه يشير اليها عنوان هذه الحلقات المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هناك مساران مسار للتعظيم مسار زهرائي ومسار للتقزيم مسار طوسي شافعي اشعري معتزلي مرجئي بتري تقصيري نجفي سيستاني خوئي الى بقيه الاسماء الحقيقه الثانيه ما كنت احدثكم عنها الترابط الوثيق ما بين حقائق التشريع والتكوين، نلتقي غداً إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله